السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد صالح من عرب أوفر كلوكرز، والنهاردة معانا ريفيو لموبايل الأوبو R5. الموبايل طوله 14.9 سنتيمتر، عرضه 7.5 سنتيمتر، وسمكه 4.85 مليمتر، وده بيجعله أنحف موبايل في مصر وتاني أنحف موبايل في العالم. يلا نتعرف عليه. سمك الموبايل زي ما عرفنا 4.85 مليمتر، وده بيجعله انحف موبايل في مصر وتاني انحف موبايل في العالم بعد موبايل الفيفو اكس 5 ماكس. الموبايل مصنوع باطار بالكامل من الستانلس ستيل، وده بيمنحه صلابه شكل جمالي وبيمنعه من الانفناء. الموبايل من الناحيه دي لو بصينا هنلاقي زرار الباور او اللوك وازرار التحكم في الصوت كلهم في اتجاه واحد او في جهه واحده. على جهه مقابله هنلاقي منفذ تركيب السيم كارد او المايكرو سيم كارد، وهي شريحه واحده بس. بالاسفل منفذ المايكرو يو اس بي والمايك، وبالخلف لو بصينا هنلاقي الظهر مصنوع من الالومنيوم لتشتيت الحراره، فيما عدا بس الجزء بالاعلى وبالاسفل من البلاستيك. الهاتف بيجي معاه كفر بلاستيك شفاف، هو باك كفر على عكس اغلب الانبوكسنجز اللي احنا شفناها بيجي معاه فليب كفر. الكفر جيد و الفتحات الخاصة بالأزرار وما إلى ذلك كلها ممتازة وسهل الوصول ليها. في الجهة الأمامية هنلاقي كاميرا السيلفي أو الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى مستشعرات مختلفة زي مستشعر الإضاءة أو اللايت سنسور. برضه هنلاقي السماعة اللي بتشتغل سماعة المكالمات أو سماعة خارجية كسماعة لاود سبيكر. بالخلف هنلاقي الكاميرا 13 ميجا بكسل ومستشعر سوني، قطعة الفلاش والمايكروفون اللي بيمنحك فرصة تسجيل فيديو بصوت ستيريو طبعا بالتنسيق مع المايكروفون الأساسي. الكاميرا بارزة بعض الشيء عن الموبايل عموما، ده نظرا إلى كون مكونات الكاميرا كتيرة، وده اللي منع إن الموبايل يبقى سمك واحد. شاشة الموبايل 5.8 فول اتش دي أموليد، ألوانها رائعة، الرؤية النهارية فيها ممتازة، وبرضه زاوية الرؤية فيها بتوصل ل 180 درجة وده شيء رائع. نظام التشغيل في الموبايل هو الكالر او اس، وده مبني على الاندرويد. نظام التشغيل اللي معانا هو فيرجن 2.0.1i، مبني على اندرويد كيت كات 4.4.4. امكانيات الموبايل هو بروسيسور سناب دراجون 615 اوكتا كور 1.5 جيجا هرتز، 2 جيجا بايت من رام، ومساحه داخليه 16 جيجا بايت، بيستغل منها النظام 4.5 جيجا بايت، ومفيش مكان لتوصيل اس دي كارد او مساحه خارجيه. دلوقتي هنتعرف على قوائم الاعدادات الخاصه بالموبايل. هنبدا بالقائمه المنسدله هنا اللي فيها ميزه بالجزء الاسفل، فيها تقدر تتعرف فيها على استهلاكك اليومي والمتبقي ليك من باقه الانترنت اللي انت مشترك فيها. القائمه بتضم 15 اختصار بتمكنك من الوصول السريع لاغلب الوظائف الخاصه بالموبايل دون حاجه للقائمه الاساسيه. قوائم الاعدادات الخاصه بالهاتف مكونه من 3 اقسام رئيسيه، هي جنرال العام والساوند الخاصه بالصوت وديسبلاي الخاصه بكل اعدادات الشاشه. الخيارات ليها ايقونات ملونه وبخلفيه سوداء بتجعل من التعامل معاها سهل ويسير. جستشر اند موشن للاختصارات اللي بتمكنك من التعامل مع الهاتف حتى والشاشه مغلقه، زي مثلا انت تقدر ترسم او والشاشه مغلقه فتوصل الكاميرا، تعمل دبل تاب بدل ما تضغط على زر اللوك فالشاشه تشتغل، او مثلا للميوزك كنترول ان انت تقدر تقدم وترجع وتوقف وتعلي الصوت وتوطي الصوت دون الحاجة إلى إن أنت تشغل الموبايل. برضه في الأون سكرين جستشر إن أنت مثلا تقدر تعمل دبل تاب على الشاشة فتتقفل بدل ما برضه بتدوس على زر لوك، أو إن أنت بثلاث أصابع بتحركهم بشكل معين تقدر تاخد سكرين شوت، أو مثلا في السمارت كول اللي أنت تقدر بمجرد ما تقف على رقم وتحط الموبايل على ودنك المكالمة تبدأ. في برضه كان الاير جستشر، ودي اللي اتشالت مع آخر تحديث، دي اللي كنت تقدر بيها بدون لمس الشاشة تقدر تتنقل ما بين الصور او ما بين الهوم سكرين زي ما احنا شايفين قدامنا. التاسك مانجر الخاص بالهاتف تقدر توصل له بالضغط المطول على زرار المنيو، تقدر ان انت عن طريقه تقفل البرامج اللي انت مش محتاجها، او بمجرد الضغط على زرار واحد بالاسفل تقدر تقفل كل التطبيقات مرة واحدة. بضغطة واحدة على زرار المنيو تقدر توصل لكل الخيارات والاعدادات الخاصة بشكل عام للنظام.
زي مثلا الثيمز، او تقدر مثلا تستخدم لايف وول بيبر اللي هنا مسمينها اللايف ويذر، زي مثلا هنا رعد ومطره. برضه تقدر تربطها ببيانات المكان اللي انت متواجد فيه، فالخلفية الشاشه تتناسق مع الجو اللي انت فعلا بتعيشه. في ثيم ستور جاي مع نظام الكالر او اس، بيضم عدد ضخم من الثيمز اللي اكيد هتوصل لشكل يعجبك فيها، وانا شخصيا عجبني فيها اكتر من شكل. الثيمز تقدر توصلها زي ما احنا شايفين بسهولة كبيرة، وبمجرد الضغط على ثيم بيتم تطبيقه. الاكسكلوسيف سبيس هنا موجود منها نمطين، نمط هنا عبارة عن تطبيق خاص بالتحكم في الكاميرا، تقدر عن طريق شاشة الكاميرا الأساسية تقدر تاخد صور زي ما احنا شايفين كده. هنا الموضوع تقدر تتحكم في الكاميرا، تلتقط صور وتفعل أو تلغي تفعيل الفلاش. والشكل التاني من الاكسكلوسيف سبيس هو عبارة عن متحكم في الصوت أو الميوزك. دلوقتي هنتعرف على عرض الصور في الكالر او اس. هو برنامج بسيط وسهل، وكان بيمتاز بوجود الاير جيستشر اللي كانت ممكن تتنقل ما بين الصور بدون لمس الشاشة، لكن طبعا بعد الابديت الخاصية دي اتحذفت. برضو هنتعرف مع بعض على عرض الفيديو في الكالر او اس. برنامج بسيط وسهل، لكن في مشكلة ان هو بيتعارض مع بعض الامتدادات الخاصة بالصوت او الفيديو. الفيديو زي اللي قدامنا ده كان هيتعرض من غير صوت، وده اضطرني ان انا اتوقف عن الاعتماد عليه وانزل برنامج ال VLC. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنشغل الفيديو مفيش اي مشاكل خالص. تطبيق سيكيورتي سنتر هو تطبيق متعدد المهام، تقدر عن طريقه مثلا من ميموري كلين اب انك تتابع استهلاك الميموري الخاصة بالهاتف، وتجعله يصدر لك تنبيهات لما يكون استهلاك الميموري اكتر من 80%. اب انكريبشن تقدر عن طريقه تتحكم في تطبيقات وتعمل باسورد وتمنع اي حد من انه يعبث بيها. من داتا سيفر تقدر تمنع تطبيقات بعينها من انها توصل للانترنت بحيث انه بيعمل لها فريز طول ما انت ما بتستخدمهاش. باور مانجر او مدير الطاقه عن طريقه بتتابع استهلاك البطاريه، تقدر تفعل او تلغي تفعيل احد خصائص الباور سيفنج مود زي النورمال باور سيفنج او السوبر باور سيفنج اللي بيتيح لك فقط عمليه الاتصال، سجل الاسماء والرسائل والساعه. ده تقدر تفعله او تقدر تضبطه للتفعيل اوتوماتيكيا لما البطاريه توصل ل 10%، وده بيتيح لك استهلاك حسب تصريحات الشركه لمده ساعتين. الكوايت تايم هو الوقت اللي تقدر تمنع فيه اي شخص من انه يوصل اليك، الا بعض الاستثناءات اللي تقدر تحددها في التطبيق. خاصيه بلوك تقدر منها تمنع اي شخص من انه يوصل اليك سواء عن طريق المكالمات او ارسال الرسائل. داتا مونيتور تقدر تتابع منها استهلاك باقه الانترنت الخاصه بيك يوم بيوم، تقدر تعرف كمان ايه المتبقي ليك دون الحاجه لمزود الخدمه، وهي فعلا طريقه فعاله. بيرميشن مونيتور او مدير الصلاحيات تقدر منه تراقب كل الصلاحيات اللي بتطلبها التطبيقات الموجوده على الهاتف عندك. جيست مود ده اذا كنت بتسيب تليفونك مع اولادك او بتسيبه مع اصدقائك، مفيد في ان انت تقدر تعمل لهم مستخدم خاص بصلاحيات محدده، تقدر تمنع عنهم تطبيقاتك الخاصه بان هم يوصلوا اليها، زي مثلا ما انا عامل هنا تطبيق الايميل مثلا والفيسبوك وما الى ذلك غير مرئيه للجست مود. تقدر بمجرد ان انت تفتح التليفون تحط الباسورد الخاصه بالجست مود هتشوف التطبيقات فقط المتاح للجست مود انه يشوفها. مشكلة الجست مود انه بالتنقل ما بين المستخدم الاساسي للهاتف والجست مود بيبقى فيه لاجنج زي ما احنا شايفين، بيستمر لبضع ثواني بعد كده الموضوع بيبقى تمام. نيرمي كلاود هي خدمة تخزين سحابي من اوبو، بتتيح ليك انك تحفظ اسماء واجهات الاتصال وكذلك الرسائل بحسابك المجاني لديهم. كانت بتتيح ليك برضو انك تقدر توصل للهاتف بتاعك اذا اتسرق، لكن الخاصية دي تم إلغائها بعد التحديث الأخير. الكاميرا الخلفية في الأوبو R5 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0 وبدعم هاردوير من سوني بمستشعر IMX214 وبدعم برمجي من أوبو عن طريق Pure Image 2.0 اللي بيتيح أكتر من نوعية للتصوير زي الألترا اتش دي، أفتر فوكس، رو وماكرو. ونماذج التصوير الخاصة بالنوعيات دي تقدر تلاقيها في المراجعة المكتوبة. الكاميرا تصور فيديو 1080 ب 30 اطار في الثانيه او 720 بي او 480 و اتش دي ار وسلو موشن او الحركه البطيئه، وده ممكن تلاقيها نماذج موجوده في المراجعه المكتوبه. الكاميرا من مميزاتها التاب شاتر، تقدر بمجرد ما تضغط على الشاشه ويحصل عمليه الفوكس اللقطه بتتاخد بشكل سريع، ودي ميزه بتتيح انه في حاجه زي مثلا زي ما احنا شايفين صوره الماكرو بمجرد ما يحصل فوكس الصوره تتاخد فيبقى الاهتزاز اقل ما يمكن.
الكاميرا الأمامية في الأوبو R5 5 ميجا بكسل، وهي جيدة لتصوير صور السيلفي، فيها مود البيوتي، وده بيتيح تصوير وجوه بشكل صافي ونقي مفهوش أي مشاكل. الكاميرا تقدر تصور فيديوهات Full HD 1080 بي أو 720 بي أو 480 بي. أداء الهاتف مع الألعاب ممتاز، جربنا عليه ألعاب زي أسفل أو مودرن كومبات 5 اللي موجودة وظاهرة قدامنا في الفيديو. سخونة الهاتف عادية بالنسبة لاستخدام الإيد، لكن مش بالنسبة لاستخدام الأذن، ده في حالة إن جات لك مكالمة أثناء اللعب، لكن بمجرد توقف عن اللعب تشتيت الحرارة بيتم بسرعة كبيرة. نيجي للتقييم النهائي للهاتف. استخدمت الهاتف لمدة 15 يوم استخدام شخصي وكأنه الهاتف الخاص بي. مميزات الهاتف هو ان اداؤه رائع، مفيش اي لاج، في ما عدا مشكلة الجست مود. التغليف مميز، والهاتف بيجي بمجرد ما تطلع من علبة عليه سكرين بروتكتور، وبيجي معاه كفر او باك كفر، ودي اضافات مميزة. التصميم جذاب والنحاف ملفت للنظر، ودي كانت اهم النقط اللي بيعلق عليها اي شخص بيشوف الهاتف معاه. الاطار المعدني الخاص بالهاتف فعلا قوي ويقدر يستحمل الانثناء. نظام كلر او اس ممتاز وتحديثاته مستمره. هاتف الفايند 7 دلوقتي وصل له اللولي بوب، الشاشه عليه في الوضوح، حتى في ضوء النهار تقدر تشوف اللي بتعرضه الشاشه، وطبعا خاصيه فوك اللي بتقدر بيها تشحن الهاتف بسرعه كبيره في وقت قصير. نيجي للعيوب. نحافه الهاتف اللي تعتبر اهم ميزه فيه كانت سبب في عيبين في الهاتف، اولهم البطاريه ساعتها قليله، وتاني عيب هو انه مفيش جاك 3.5 ملم بحيث انك تركب اي سماعه تقدر تشتريها من اي مكان، فلا بد من الاعتماد على الوصله اللي موجوده ومرفقه بالهاتف. اضرار الشاشه الخاصه بالهوم والمنيو والباك، كل دي اضرار غير مضيئه، ودي كانت اعتقد حاجه يعني سيئه، ازاي هاتف ب 3800 جنيه ما يبقاش فيه الاضافه دي. وده يوصلنا لنقطه السعر اللي يعتبر مرتفع ويجعله بعيد عن اي ترشيحات، وكمان مفيش منفذ للاس دي كارد. من العيوب ايضا ان مفيش لمبه للتنبيهات، يعني لو جات لك نوتيفيكيشن او جات لك رساله او ميل مش هتقدر تعرف غير لما تفتح الهاتف بنفسك. الهاتف حصل معانا على جائزة الابتكار، وده بسبب التصميم والنحافة المميزة للهاتف. إذا عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وإذا ما عجبكش يا ريت في التعليقات تقول لنا ما عجبكش ليه. المراجعة المكتوبة الخاصة بالهاتف هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن أو الوصف الموجود أسفل الفيديو.